سيد الرئيس، عدالة المحكمة الموقرة واستكمالا لما قد بدأه زميلي بشأن الدفوع الموضوعية، فثانيا بشأن طلب الحكم بإلزام شركة النيل للبناء والتشييد برد المبالغ المتبقية للموكل والتي تقدر بقيمة 25% من قيمة العقد وفقا لنص المادة 147 من القانون المدني. برضو بدأت تنط مادة. فوفقا لنص المادة 147 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقررها القانون. وبما أن موكلي قد قام بتسليم كافة الأعمال المطلوبة بشأن المشروع كما هو متفق عليه في المواعيد المحددة، كما أنه من المقرر بنص المادة 148 في ذات القانون، فإنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، كما أنه من المقرر بنص المادة 157. ليه رجعتي تاني تنط في الكلمة؟ المادة ما يوجبه. في مادة كده؟ لا 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 لا، ده مش مادة اسمه مط في الكلمة، دي مش لبانة أنا بمطها. الفرق بين المد والمط، المط إن أنا آخد مساحة زمنية في أداء الكلمة أزيد من المطلوب. المادة لا، دي اسمها مط مش مادة. وكذلك بنص المادة 157. وكذلك بنص المادة 157 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. ثالثا بشأن طلب الحكم بإلزام بنك التسليف الآمن برد المبالغ وتسييل خطابات بوقف تسييل خطابات الضمان الصادرة لصالح شركة النيل للبناء والتشييد. فالمادة 335 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 عرفت خطاب الضمان، وبالتالي ونظرا لأن موكلي شركة دريم فيجن خطاب الضمان بعناه ايه؟ ما قالش التعريف هنا مش مكتوب. لا بعناه تعرض مكتوب يصدر من قبل شخص يسمى قادر الى مش مكتوب هنا. ما هو انتوا كل واحد طبع اللي على مزاجه ولا اوكي اوكي مبنى. عرفت مبنى خلاص، شكرا.